أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج شبابلك، البرنامج العربي في جامعة غازي عنتاب التركية إحدى مواضيعنا لليوم. كمان راح نتطرق لسوق العقارات التركية ومدى قدرة السوريين على التملك، وبالختام راح نتطرق للاكتئاب الموسمي. خليكم معنا. كثير من السوريين بتركيا أنهكتهم إيجارات البيوت وصاروا يبحثوا عن طريقة لشراء منازل، لكن هل يحق للسوري شراء منزل؟ ما هي الشروط المفروضة؟ ما هي الميزات الممنوحة للسوري في حال تملك بيت؟ منوقف مع الاستطلاع ونرجع لنبدأ حوارنا. طبعا ما جربت لأنه الأمر هذا يحتاج إلى إمكانيات كجنسية أو كإقامة أو كرأس مال يعني، لكن بعض السوريين استطاعوا أنه يتحصلوا على بعض العقارات مثل دكان مثل محل أو قطعة أرض أو منزل أصحاب الرؤوس الأموال والشركات أما أنا ما جربت والله. جربت كتير بس ما فينا نشتري لأني على الكملك ما عم يسمحونا نستملك ولا أي شيء يعني، فالحمد لله يعني الله طالعنا الجنسية وعم نحسن نستملك وعم نزبط أمورنا، بس الوضع صعب تعرف يعني ما عم نحسن هلا أدوبة نعيش حالنا، حتى عقار ما بنحسن نشتري. الصعوبات حاليا الحمد لله ما واجهت ابدا صعوبات، العقارات جيده هون بشكل عام، بس انا كفتره كمسافر جاي هون مستقر مؤقت، يعني سفرتي راح تكون على كندا، وان شاء الله اذا ما صحت لي السفره على كندا اكيد راح تكون العقارات بامتياز اكبر الي، يعني هذا شيء اكيد، وان شاء الله بالتوفيق. لم اجرب بعد لانني كنت دائما يعني أرغب في الرجوع إلى بلدي سوريا، هذا أولا. ثانيا التملك هنا خاصة في غازي عنتاب يجب أن يكون عندك الجنسية، إذا لم تملك الجنسية لا تستطيع، هذا السبب. والسبب الآخر المال الذي تشتري به البيت العقار، وهذا لم يتوفر بعد. والله هلا بالنسبة للعقار في أغلبية السوريين مشتريين، يعني بالنسبة للدولة التركية مسهلة للتاجر إنه يشتري يتداول يتعامل مسهلة، يعني ما عندك أي مشكلة. طب أنت شو الصعوبات اللي منعتك إنه تتملك بتركيا؟ ما في صعوبة، بس أنا كتاجر ما بحب أجمد مصراتي بمكان واحد. حول هالموضوع بيسعدني استضيف من اسطنبول السيد براء بادنجكي، نائب مدير شركه امتلاك العقاريه. اهلا وسهلا فيك سيد براء. حياكم الله وشكرا جزيلا لقناه حلب اليوم على هذه الاستضافه الكريمه. اهلا وسهلا فيك. بدايه سيد براء، اول سؤال بيخطر على بال السوري بتركيا انه هل بحق لي انه اشتري منزل؟ هلا السوري يحق له ان يشتري عقار في تركيا، لكن في شروط معينه لهذا الشراء. يعني بعض الأخوة السوريين بيسمعوا عن موضوع تأسيس الشركات، وبناء على تأسيس شركة ممكن أنه يشتري عقار على اسم الشركة لكن ليس على اسمه الشخصي. نعم. هلأ سيد براء، في بعض الشركات العقارية بتقول أنه ممكن في بعض المناطق أنه السوري يتملك، صحيح هالكلام؟ هذا الكلام حقيقة عاري عن الصحة، يعني شروط وحدة في كل تركيا. إذا تسمح لي أني أضيف نقطة. تفضل. هذا الموضوع متعلق بقانون قديم وليس قانون جديد. بفترة من الفترات كان ممنوع أنه أي شخص سوري يتملك في تركيا وأي شخص تركي يتملك في سوريا، وهذا القانون قائم ولا زال مستمر. طيب ليش؟ هذا القانون. الأمر متعلق بقضايا حدودية سابقة تاريخيا، يعني الأمر مو جديد أبدا، يعني عمره يمكن شيء 50 سنة أو أكثر حتى. طيب سيد براء، شو هي الشروط المفروضة على السوري اللي يمتلك بيت؟ هلا السوري لحتى يتملك بيت يجب أن يؤسس شركة، تكون هاي الشركة ليميتد محدودة، وعليها بناء عليها بعد ما يأسس الشركة ويطلع الأوراق الخاصة بالشركة من اللوحة الضريبية ونماذج التوقيع وغيرها يستطيع أن يشتري عقار أو يتملك منزل على اسم هذه الشركة. طيب سيد براء، في حال الشخص اشترى بيت بمبلغ كبير خلينا نقول، ممكن هذا الموضوع يخليه مرشح لموضوع الجنسية؟ لا أبدا، لأن موضوع الجنسية التركية من خلال تملك عقار هو مطروح بناء على قانون يسمح بالحصول على الجنسية عن طريق التملك كأفراد،
وليس كشركات. في عندنا نحن اربع شروط للحصول على او اربع طرق للحصول على الجنسيه التركيه، واحده منهم تملك عقار على اسم الشخصي بمبلغ يزيد عن 250 الف دولار. والنقطه الثانيه والطريقه الثانيه هي وضع مبلغ وقدره 500 الف دولار في البنك، هذا مناسب للسوري. الطرق الثالثة والرابعة هن يعني تأسيس شركات برأس مال 500 ألف دولار، أو يكون في عنا معمل أو مؤسسة تحوي على 50 عامل تركي على الأقل، عامل تركي الجنسية، لحتى أستطيع التقدم للحصول على الجنسية التركية. طيب سيد براء، بدي أسألك أنه في أشخاص بيقدروا يشتروا بيوت عن طريق الشركات اللي أسسوها؟ طبعا تماما، يعني في ناس كتير اشترت عن طريق هاي الشركات، لكن في بعض الإخوة يعني عم بيأسس الشركة فقط لأنه يتملك عقار، يعني فقط بسبب أنه حابب يتملك عقار عم بيأسس الشركة، ما بيكون هاي الشركة إلا نشاط فعال. أنا ما كتير بنصح بهذا الأمر، ما في عليه أي تبعات قانونية، لكن أنت رح يكون في عليك أعباء ضريبية نتيجة هذا الأمر إذا أنت فقط بدك تتملك بيت. وكنت حضرتك حكيت في البداية أنه يعني الناس تعبانة من موضوع الإيجار، هاي الأعباء اللي عم بدفع كإيجار هي نفسها رح يصير يدفع كضرائب، فبالتالي هو ما استفاد على شيء. طيب سيد براء، ببعض الأحيان بتكون هاي الشركات وهمية فقط بقصد التملك؟ بعض الإخوة عم بيعملوا مثل ما ذكرت أنه بقصد فقط التملك عم بيأسسوا شركات، يعني أنا ما كنت بنصح بهذا الأمر، لكن ما صار أي مشاكل مع حدا أسس شركة بقصد أنه يتملك عقار لحد اليوم. يعني في النهاية العقار هو نوع من أنواع التجارة، يعني أنت لما بتشتري عقار أنت عم تعمل نوع من أنواع التجارة، فبالتالي هذا نشاط للشركة. طيب سيد براء، أنتوا كسوريين كيف يعني الآلية أنه عم تمتلكوا وبتأجروا شركات للسوريين وأنتوا كسوريين؟ هلا نحن كسوريين ما نستطيع انه نشتري عقارات الا على اسم الشركه، يعني فيني اسس الشركه واشتري عقارات واستطيع اني اتاجر في هذه العقارات، اجرها لناس ثانيين او اني ارجع اعيد بيعها، ولكن كشركه وليس كفرد. طيب اذا عندي شركه فرديه فيني اخذ بيت؟ يعني لا تستطيع على شركة فردية شخصية، يجب أن تكون شركة محدودة على الأقل لحتى تستطيع أن تتملك عقار. وفي نقطة تانية أنه رأس مال الشركة يجب أن لا يقل عن مبلغ معين من قيمة البيت، يعني رأس مال الشركة عادة بيكون ثلث قيمة البيت على الأقل. نعم. وإلا يجب رفع رأس مال الشركة. وأنا بنصح دائما يعني الأخوة اللي عم بيأسسوا شركات أن يكون في عندهم محاسب قانوني شاطر، ما يتعاملوا مع أي محاسب قانوني، لأن المحاسب القانوني هو اللي بصراحة ممكن أنه يعني يوجهك للاتجاه الصحيح بالنسبة لهذه الأمور، خاصة أنه بالنسبة لشراء العقارات لما بتأسس الشركة في عندك شروط إضافية أو أوراق إضافية تحتاج تأمينها، مثل موافقة الوالي. موافقة الوالي تحتاج تأمين أوراق، وهي الأوراق ما حدا بيحسن يأمنها أو يعرف يأمنها إلا شخص يعني عنده باع في موضوع الشركات، شخص صار له زمان مقيم أو بيشتغل في تركيا، أو محاسبك القانوني هو اللي بيحسن يأمن لك هاي الأوراق. هي أوراق روتينية لكن في النهاية تحتاج إلى شخص عنده خبرة بيعرف فيها. طيب سيد براء، إذا الشركات اكتشفت زيف هاي السلطات التركية اكتشفت زيف هاي الشركات، ممكن الشخص يخسر البيت؟ هلا ما فينا نقول انه لما شخص عم اسس شركه مشان يشتري بيت انه هي شركه مزيفه، ما فينا نحكي بهالطريقه هي، لكن انت في النهايه لما بدك تاسس شركه في خطوات معينه، يعني انت لازم يكون في عندك مقر، بتطالبك الدوله في مقر قبل ما تاسس الشركه، فاوريدي في كنترول على هذا الموضوع. في كتير شروط بتطلع عليها الدوله، بتشوف انت عم تقطع فواتير او ما عم تقطع فواتير، عم تشتغل بشكل رسمي او غير رسمي. مثل ما قلت لك ما سبق قبل هالمره انه الدوله سكرت لحدا شركه، طبعا بغض النظر عن حالات نصب والاحتيال هي امور ثانيه، يعني بس ما سبق الدوله سكرت لحدا سوري شركه قام بتاسيسها بشكل رسمي وقانوني. ما في شيء اسمه انه انا اذا راح اسكر الشركه راح اخسر البيت، لازم ابيع البيت، يعني اصفي اصول الشركه اذا كنت راح اسكر الشركه. نعم. طيب اذا الشخص سيد براء خسر احدى اوراقه او ما قدر يجدد اقامته على سبيل المثال، بيخسر حقه بتملك البيت؟ لا ابدا، لان موضوع الاقامه هو شيء مختلف تماما عن الشركه، يعني انت قد تؤسس شركه وتكون مالك الشركه وما يكون عندك اقامه عمل، انت او في حال كان مالك في حال الشركة. كان هو مالك للشركه، طبعا هو مالك للشركه، والعقار هون بهالناحيه قانونيه هو ملك للشركه وليس ملك له،
يعني لو كان الشركة فيها 3 شركاء أو 4 شركاء وقررنا نشتري بيت، فهذا البيت يعود إلى الشركة وليس يعود إلى شخص من هذول الأشخاص إذا كان حب يشتري بيت. فهي كمان نقطة مهمة نحب ننوه لها. طيب في حال كلهم فقدوا أوراقهم شو بيصير؟ ما بيصير شيء، لأن أنت أساساً هاي الشركة، يعني نحن لازم نفرق بين موضوع إقامة العمل بين موضوع مالك الشركة. مالك الشركة ما بفقد أحقيته في الشركة إذا ما طلع له إقامة عمل. هدول موضوعين مفصلين تماماً عن بعض. تمام. سيد براء، بدي أتشكرك على مشاركتك معنا لليوم بفقرة الله شبابنا. الله يسلمك، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. خليكم معنا مشاهدينا، راح نطلع فاصل ونرجع لحتى تكون معكم زميلتي آلاء بباقي فقرات شباب لك.